اوكي هلا اول بديت علي خالص تمام تمام وانا ده بودكاست انا المفروض نقرا حاجه اسمها هنا اول شدوك سيجمال هو ده ما عشان كده حضرتك بعت لنا اللي هو الميل اللي كان فيه السيجمال اللي حضرتك كنت بتشتغل عليه حضرتك بعت لنا ميل فيه داتا سيت تانية اونلاين طيب ماشي احنا هنشوف بين اثنين هنعمل حاجه نشوف لو لقينا بين اثنين فيه نفس هو نفس الكلام بين واحد فيه اوكي احنا مش دول خالص صار مش دول احنا اسمهم اوكي اسمهم هنا اسمهم ايه صار اسمهم جول اللي هو سي او بتاعهم اديتكم اول اثنين صح؟ كان اول اثنين مش متذكر وكان في الدينا دي ايوه تمام وكان في كمان ال اس تي سيجما مودو ايوه تمام كده هو اسمه بي 2 يبقى هنشتغل على بي 2 ماشي ماشي تمام وهنخلص بي 2 ممكن عندكم الداتا كلها بتاعته وانت ايه نعيد هو نفس الداتا اللي اعتقد اللي على التوتوريال تمام تشيل خالص بقى وتحطه اللي انت عايزينه او تزودوه هناك ماشي انت بتقول هنحطه على التوتوريال؟ لا حضرتك مش حاطه على الاي ليرنينج بس حضرتك بعته لي انا ومصطفى في ميل عشان قلت لحضرتك ان السيجما مش موجوده في التوتوريال خلاص شيل بقى خالص وهو ده ناخد ده مش مشكله ماشي انا اسفكم بس انا اعتقد هو ده انشغل لان هم الطلبه معلش الطلبه كان هياخدوا ايه مش فاكرين كنت لسه انا اما كان 2 و4 و6 صح؟ 2 ايوه 4 و6 عشان كده انا ايه قلت لكم هنديكم فير ممكن هو 8 ده ناخد 8 ده بس اوكي احنا عايزين مين هم مش هيشتغلوا عليه بالظبط كده بقى هنديكم 8 ماشي ده انا مش عارف هم اخدوا 2 و4 و6 اشتغلوا عليه تمام فمش طبعا مش هشتغل نفس الفيديو اللي هتاخد مثلا رقم 8 هم حلو تمام تمام 8 هنشتغل عليه وبعد كده تديله انت التوتوريالز وبعد كده انت ايه وهم بقى يشتغلوا مع السوشيال ميديا بتاعتهم عظيم تمام بس انا نفس الكلام برضه في ديتا اهو تمام كومبريس خدها في الثمانية مش مشكلة طيب احنا طبعا بتعمل ديسبلاي عادي عشان اشوف بس الدنيا ماشية ازاي فهنعمل ده كده الفلوتس بتاعنا في الداتا بتاعتنا وحاجة اللي انتوا عارفينها طبعا بس انا ايه عرفت استرد بس لو كنت يعني الـ IDBH والـ IMBH دي ريز ديفيز ها؟ تمام سو ماي فيزر فيزر اندكشنز تمام مش نمبر جيل برضه دول وفيها الفلاج ده برضه اللي هو المايكروسكوب تمام المفروض في عندنا نيتون دينس نفيش ده كان معاك؟ لا ما انا مش عارف حضرتك بعت تاني واحد بس لو هو ده اللي كان معانا او هو في نيوتن دانس
لا الداتا اللي اولاد ياخدوها ففيها نيوتن دنس فيها كل حاجه. انا عايز اجيب لكم كبير برضه يكون في دنس نيوتن عشان تبقى انت ماشي نفس السيستم صح؟ اه ماشي. بس 4 برضه داخل 2 4 6 داخل. طب 9 ايه الظروف؟ يبقى 2 ماشي. طب 10 ده ماشي 10. انا تاني حتى مش رايح على تيك توك مش هيبقى عادي مش هيبقى ليه مالهم يعني نسميها عندها اسم تاني؟ انت ممكن تلاقي واحده هتسميها ايه ايه ويل 2 او حاجه واحد ماشي. طيب خلاص نعملها رينيم مش على اي انا عايز كليكتي مين ودوس رينيم خلاص بالظبط. او انت لو انا بتسيب الداتا دلوقتي نبرودكاست على اللي بنسميها بالتليفون يعني خلاص نفس الداتا بس الداتا بس هو ما يعرفش ان ديت ايه الداتا بتاعك يعني خلاص نشتغل على اثنين لانه في نوترن دينستي كذا. انا عايز اديكم حاجه فيها كل التولز بحيث ان انت ايه ماشي تبقى انت بس ايه؟ ماشي. طيب احنا عندنا في الاثنين في عندنا حاجتين في عندنا اللي هي الاوبن هول داتا دي تمام وعندنا توبس وعندنا ايه الار اس تي في عندي ار سي 2 باسز تمام. احنا مش هنخليهم ايه يشتغلوا على التو باسز. انا هبص للاقدم فيهم يعني ايه ثواني يعني ده 2008 ماشي ماشي وده 2006 ماشي. هنخلينا في ايه في اللي هو 2008 على اساس ان يبقى مور ووتر طلعت فيعمل طلعت اه فيبان بتاعي تمام. فانا هعمل ايه؟ فانا هاخد البير ده عادي خالص اهو تمام وهاخد السيجما بتاعته اللي هو ده هنا ماشي تمام. بيتم ازاي ده خالص بمنتهى البساطة ان انا باجي هنا على ال ايه عمر هنا معمول لها كوبي هنا ولا ماشي تمام. عشان تعرف الطريقة ازاي بتيجي انت هنا على البير بتاخد كليك كوبي سيلكشنز ماشي تيجي تحطها هنا في الايه دايركتوري اهو وتعمل ايه بيست سيلكشنز ماشي بيست سيلكشن تحط على تعمل على البير اه على البير وتعمل ايه بس ابلاي بتروح جاي هنا اهي اعمل لك اوفر رايت هنا موجوده فانا مش هنعمل اوفر رايت ماشي تمام. طيب دي ايه عشان بس ايه اخلي كل داتا بيس على بعضها واحده تمام تمام. طيب خلاص يبقى احنا كده ايه احنا معانا اوريدي السيجما يبقى نشتغل كل الداتا بتاعتنا في الحته دي كده اللي هي دي مفيش مشكله. طيب ده هعمل بقى ديسبلاي. انا اعتقد عندي واحد جاهز هشوفه هنا ولا لا ده بعد الانتربريتيشن شوف الاول هو ده المير ولا الاول ناخد مثلا دلتا تي دي كان الدلتا تمام هو هو يعني هو ده البير ده ماشي. طيب ده عادي بدل ما اعمل بيلد دي انت جاهز يعني انت بتعمل بيلد عشان تشوف شكل عامل ازاي مش ماشي انت شكل مش هم اخدوه المره اللي فاتت اه يعني انت ايه فالاناليسيس ديت سيبك منها خالص يعني سيبك اعمل بس حد ديليت خالص. هو الفكره ايه ان انا كنت عامل ديسبلاي الحاجات دي سبب يعني ان انا ايه عايز اشوف الليسولوجي بتاعي عامل ازاي يعني والدنيا فيه ايه يعني بس مش اكتر. فهو فانت كان ده تستعمل الكورس بوكس عشان تعرف عندك. فانا عندي ساند وعندي ايه لايم ستون وعندي اويل ووتر تمام. احنا عايزين نعرف من حضرتك برضه حته الكروس بوتس دي ازاي ايه اللي هنخليه ايه اللي هنخليه يرسمه على الكروس بوت في المشروع هيعمل كروس بلوت نشوف نعمل كروس بلوت يعني بس نشوفه احنا عايزين اه يعني عايزين نمشي الستبس كلها من الاول كده يعني كروس بلوت اه تمام تمام نعمل كروس بلوت ماشي عشان نشوف بالظبط ان عندي الداتا عامله ازاي تمام. فانا هاخد الكروس بلوت بتاع دنس نيوترون تمام. فانا هاخد دايما الدنس دي بتبقى في الواي والنيوترون في الاكس ماشي. فانا هاخد هنا الدنس نيوترون بتاعي ده النيوترون هيحطها في الاكس الدنس دي في الواي ايوه والايه وعندي النيوترون اللي هي الرو بي تبقى موجوده في الايه في الواي تمام. وباخد جامر ايه؟ انا باخد السيت كلها ولا باخد الرو بس؟ باخد الكيرف نفسه الكيرف نفسه اه باخد الكيرف والكيرف كله في داتا سيت واحده اللي هو موجودين كلهم اه تمام ماشي. بعد كده اخد الجامر ايه عشان بس ادي كالرنج للايه؟ للكلام اشوف فين الشيء فين البيور ساند والحاجات دي تمام. فباخد حاجه اسمها الجامر ايه؟ فين الجامر ايه؟ احط هنا في الايه في الكالر تمام. بتعمل ايه هي بتقول لك دي من مثلا 15 ل 80 معنى لو انا عندي حمار هنا يبقى دي شيء لو انا عندي مثلا ده يبقى في فين فورميشن تمام.
وبختار بعد كده حاجه اسمها الشارت. باجي هنا للشارت يعني اول حاجه خالص في الكروس بلوك داتا عشان يحدد الليتريج طبعا عشان اشوف بالظبط انا ماشي ازاي خصوصا في لو انت يعني داخل اوبن هول كبير زي ان انا دلوقتي طبعا المفروض انت بتنزل اي اس تي وانت بتبدا على الفيزوج بتاعه ايه وعارف دي ايه انا بتحقق من زمان والبرودكشن والدنيا معروفه في الفيزوج بتتعامل بال 10 90 فانت عارف فانا بتعامل معاك كما لو كان احنا مش عارفين ايه تمام وحضرتك انت جبت الشارتس بس من هنا تمام اوبدرز ديت الشارتس تمام هو ده موجود برده في الكاسيت في التسجيل هيبقى موجود تمام طب انا باخد بقى ايه عندي هنا طبعا دول عباره عن ايه دول الشارتس الموجوده في الكتاب ده تمام 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 طيب هو ده رقم دخلنا في السيستم يعني فانا ايه فانا هروح ده شلامبرجير تول فانا هروح لايه الشلامبرجير ده اللي بيرتون هم اللي بيرتون مش عايزهم شلامبرجير هم كلهم وده بازر كورد فانا خليه في الشلامبرجير اسلك ازاي اشوف ايوه الشلامبرجير اهي ده عباره عن دينستي نيوترال اس ان بي اس ان بي ده عباره عن الاولد تولز يعني فاهم ده ما عادش موجود اصلا بس عشان برجر سيبها ممكن يكون الناس عندهم داتا بيس قديم قوي عايزين يشتغلوا بيه فبيسيبوه يعني. لا سايد نتورك ده قديم فاحنا هناخد الدي كلاب ان فايل نطلع عليه ان بي اتش تمام دول سي دي ان ده كلهم ايه ده بي دي شلون برجر تولز ال دي بي دي تمام ما عندناش شيء ده مش ال دي بي دي تيب اللي هي عباره عن ايه برضه تولز بيسموها ثيرمال نتورك ثانيه تمام بس احنا عندنا الايه اللي هي النورمال دي فاحنا دبل كليك عليه تمام هيجي هنا الراجل هتلاقي ظهر ايه؟ الخطوط اللي عندي خطوط الساند اون لاين بالظبط كده تمام طيب انا بقى عايز اشوف الريسيرش ده عامل ازاي صح؟ اشوف مثلا هل ده عندك ساند عندك دويل واضح ان في شيلو تمام؟ تمام ده شيلو عارف ان شيل منين؟ عند الجمري منين هاي الجمري هنا؟ في صح؟ تمام طيب عندي اشوف بقى ايه؟ يعني اللزق دكتور كده يعتبر ساند؟ ما ما هو ده انت بتشوف البوزيشن انفايرمنت بتاعتك عامل ازاي هل ده مثلا بيرستون مارين هل ده ساندستون هل ده صحراء هل ده مش عارف ايه فانت بتعرف من البير ده مثلا ممكن عشان تحدد المارين بتاعتك لو انت في الشغل دايما بتلاقي فيه كربونين وممكن تلاقي دون وايد برضه لو انت في الساندستون او اللاند مفيش دايما ما تلاقيش دون وايد يبقى انت تملي فوكس على اللاندستون طب احنا لازم نقول لهم الاخبار بتاعتنا لاند ولا مارين هو يعمل ويشوف كروس بلوتس طيب هو لما يعمل كروس بلوت دول كلهم لاند دول كلهم لاند فهو يبقى دايما يعني هو انا هبعيله بس ان اللاند بيبقى فيها ساند ستون والكربونيت بيبقى في المارين وانا هقول له دي لاند هو المفروض هو اللي يتكلم على حته الكونكلوجن ان هو يبقى ده ساند ستون ده ملي يعني في الخليج ممكن تلاقي لو ميه ساند ستون برضه في الصحراء عادي بس ده لو حاجه حصل لها ريجريشن بالظبط بس احنا هنا ايه في اللي دول يبقى ايه هيبقى هياخد ساند ستون اهو لاين وياخد لاند ستون والشيء ده الموديل بتاعه ماشي طب خد ايه مع الشيتو هياخد لايم ستون ماشي وياخد ساند ستون ماشي وشيل تمام كده تمام والاويل والووتر ماشي ده مهم جدا عشان احدد الموديل بتاعي صح طيب انا عايز اعمل انتراكشنز اشوف فين ده فعلا الكلام ده صحيح ولا غلط فبعمل ده تنوير ديت اللي بالظبط فانا باخد مثلا دي واشوف بالظبط ايه هو ماشي هنا فين انا مثلا الحته ديت مثلا انا شاكك ان طبعا البيف عندك بيديكيت برضه الريسيرش انت عندك بيف ده اهم حاجه البيف ده موجود برضه بالحته تمام انا عندي البير ده اصلا مش واصل السيجنال لحد تحت هنا يعني واقفين لحد هنا فانا هعمل اساس الحته اللي فوق بس حته اللي هي فوق اللي في الاول فوق لحد تحت هنا تمام فادي فانا مثلا ايه انا عايز عشان بس اوريك الانتراكشن بس ناخد حته مثلا ايه اي حته مثلا يعني السيجما موضوع واحد يعني فاحنا ممكن نبقى نخش ماشي حته دي مثلا تمام هو كلامي مش شغال غير لو شفت الكاميرا دي صح؟ لا هي بس كل حاجه بس انا بقى انا اقصد ان انت في كمان حاجه مهمه ان انت ممكن تعمل ديسبلاي باي زون يعني برضه ماشي اشوف الزون دي هي ايه بالظبط طب نخليني اعمل ديسبلاي باي زون دي هتبقى ادق يعني فاحنا لسه قلنا الزونيشن الزونيشن اهي انا مثلا خدنا اثنين
اسمها ايه الزونيشن تنتو شوف الزونيشن تمشي زي ماشي زي بيطلع لي كل واحده يعني مثلا دي زون عايز زون 2 بس زون 2 بس يعني يعني ان المفروض فيها شيلد كلها شيلد اه فين زون 2 اللي فيها شيلد نشوفها كده اه بتلاقي فعلا لو عملت زومنج هنا بتلاقي ده القمر اهي وعندك الزون متدمر واضح خالص وفده شيلد وعندك الاوفرلاي بتاع السيفتو كلها مع بعضه كلهم خير وفي اللو فاليوز فده معنى فعلا ان ما دي حته شيل عايز اخد بقى الراوتر بتاع الشيل اروح جايب الماوس بتاعي هنا كده هنا مثلا كده واقف هنا ورا يبقى الان فاي شيل 4 صفر 6 رو بي 2.1 عشان دي الحاله اللي دخلت في الايمان في الكواليتي ده تمام فانت ممكن تحط له اكتب له برامتر دي بوينت 462.1 ياخدها في النص افريج كده يا دكتور صح؟ اه ما انا بروح اجيب في السنتر بتاعت الداتا واخد كلاستر كده تمام؟ وهكذا ماشي تمام؟ اخد حته مثلا بيور ساند مثلا دي زون كامل هتلاقي في 20 صح 100 فوق شويه زون 1 مثلا شوف زون 1 شوف زون 1 فيها شيل فعلا اللي هو فيها الهاي جاما ريز دي تمام وفيها الساند دول اهو تمام بس ساند اكتر بكتير الساند هدي كلها ساند دي كلها ساند دي كلها بس الحته دي شيل عشان كده ظهر لنا حاجات ممكن تلاقي سيمنتيشنز ممكن تلاقي ايه بتلاقي كلاستيك ريزرفوار بس تلاقي سيمنتيشن هو عباره عن لايمستون ماشي تمام اللي هو بيمسك الجرين كونسلتيشنز ايوه عشان كده بايه ممكن يكون نسبه مش كبيره من الدولومايتس بس هي عباره عن السيمنتيشن اللي موجود جوه المايه اني واي الهدف كله من ده ان انا بحدد الموديل بتاعي ايه يبقى انا عندي ساند عندي لايم ستون عندي اويل عندي ووتر تمام عندي شيل تمام الشيل بقى نوع ايه لازم تعرف ان جي تي اي وتشوف الصوره والبوتاسيوم والبانيوم عشان تقول لك ده مثلا كالونايتس مش عارف ايه فانا بستخدم اويل لايت انا بستخدم اويل لايت انا اويل لايت ان ذيس كيس تمام 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 طيب باش نخش بقى ليه نعمل الاعلان نخش بقى نعمل الشغل بتاعنا يعني طبعا انت ايه تكون انت بدك عامل سورت اوف انتربريتيشن عندك تقول لك مثلا انا متوقع هنا او متوقع هنا مثلا اشيل عشان تبقى انت عارف ايه الدنيا ماشيه ازاي تمام يعملها اكبر اكبر انا ده انا دايما كنت عامل انتربريتيشن باي هاند الاول كده بالظبط بعد كده اخش على المود تاكد بقى اشوف الكلام ده ميك سنس ولا تمام لان المودلز يعني مثلا المودل هنا ممكن تلاقي محسب لك مثلا اويل هو مثلا شيء بس هنا القمر ايه عاليه فده معناه ان هو فلازم ايه فانت لازم تطلع من هنا مثلا ايه انا لازم يطلع شيء مش اويل وده يحسب لك اويل بسبب انك انت عندك هاي هاي نيوترونز لو انت بصيت ليه برضه هاي نيوترونز السؤال اللي سأله مبلوك اللي كل شيء يسأله والكلام ده بصيت لما كنت بغيرش كنت نعمل ايه؟ الاس دابيو سأل جهاز التربيعي لاي ار دابيو على الفاي اس ام ار تي صح؟ تمام كده لو انا عندي فيرو هاي الاس دابيو هتبقى لو قوي تمام؟ اس دابيو لو يعني ايه؟ يعني هاي اويل هاي اويل وده طبعا رونج في الشيء صح؟ وده ليه برضه؟ لان عندك البوش اوت وش اوت اهو ومديني التوب بتقرا في المد لانك انت عندك طبعا الدوانه عندك وش اوت هنا مثلا مد اه بتلاقي الايه النتون هنا مثلا قاريه في المد فبالتالي رونج ريدنج فبالتالي ما استخدمش النتون في الحاله دي ايه في عمليه الريدنج تمام ده انتربريتيشن خلاص احنا بقى نخش ايه نعمل الايه الكونت ايلان بتاعنا بس ده بيبقى بس هيخش على الكروس بوت عشان يحدد الحاجات اللي داخله في الموديل اه ده يعمله ويحط له في الريبورت تمام الكروس بوت دي تمام يعملها ويعملها في الريبورت يعمل لي برده حاجه زي كده احطها في الريبورت يقول لك مثلا ده الاوبن هول لوجز عامل ازاي حاجه زي كيو سي ذا لوجز تمام يعني هيعمل زي كيو سي لوج يقول والله الاثنين عندي بي ووش اوت اولذو ان انا عندي ووش اوت ولكن عندي في الريزرفوار في حته زي ديت مثلا اتس اوكي دي كويك اناليسيز الاول للوقت اه بيسموه كيو سي ار وده لازم لازم في اي انتربريتيشن تعمل الله صح اي كيو سي في الانتربريتيشن لازم تعمل اسمه ايه
الكيو سي لوك. يعمل يعني ايه؟ يعمل يعني الاول يعني. يعني كم صفحه محترمه. احنا دايما كده بنعمل اناليسيس حاجه اسمها كيو سي. بالظبط. كيو سي ديتا. السكشن. خلص اربع صفحات بس نعمل سناب شوت على الديبسيت ونزل الداتا دي كواليتي كويسه. الزوم ده انا بتكلم عنه. ايه الانترنتيشن التولز اللي استخدمتها؟ الله يخلي الناس نيوتن. انا هاخد الناس نيوتن. خد الستيك تاخد كام ريت تمرين. لما الداتا دي كويسه ده الشاشه بتاخدها. فده الكيو سي عليها. ده كويسه خلاص انت هتعمل اناليسيس. ما تاخدش بري اناليسيس من عندنا اكسكيوت. ما تاخدهاش تاخد ايه؟ اي تيرم تاني احسن منها يساعدني في اناليسيس. طيب قبل ما تخش في الداتا دي طبعا يبقى عندك حاجه اسمها الهيدر. الهيدر ده اللي هو بيبقى موجود على ايه؟ الداتا بتاعتك. عارفينه طبعا ولا لا؟ ولا لوك؟ ولا لوك واحد اللي هو الرقم من بره. دي الداتا اللي موجوده هنا بيديك لك اي لوج بيجي في الكلاينت او مش عارف بيديك هارد كوبيز كده لوكس بتفر ده وبيديك سي دي. اللوكس ده بيبقى على هيدرز. هيدر زي ما تشوف بقى ايه الويل نيم الارمر في الفريتس الارمر مش عارف ايه البرد هونتنج بريتشرز مين اللي عامل اللوك الويل اسمي ده هونتنج بريتشر ده سامي هونتنج بريتشر الحاجات دي كلها. ده مهمه عشان الانشلايزيشنز هتاخد منها الداتا عشان تحطها في الانشلايزيشنز. تمام تمام. دي موجوده هتبقى جدا جدا دي هتدوك في الريبورت مش في الريبورت هتدوك بس هتدوك الكبير وجنبه وورد فايل في الداتا دي. في الداتا دي كان لو بس جاي جاي من الايه من الهيدر يعني. طيب هنخش بقى نعمل انشلايزيشنز. انا كنت اعمل هنا حاجه بس انتوا عايزين من سكراتش صح؟ افضل صح؟ نعم. كنت انا اعمل رن هنا بس انا هديكم من سكراتش افضل صح عشان تعرفوا دي ماشيه ازاي. في طريقتين انشلايزيشنز ماشي. اما تروح عن طريق ال فيزيكس ده هم كوانتي ماشي كوانتي ولا كوانتي ما اقول لك في طريقتين. لما تطلع عن طريق كوانتي وتروح على حاجه اسمها البري كوميونيكيشنز وتخش على حاجه اسمها بريشر بريشر ماشي ماشي دي طريقه ماشي. البري بتاعنا هي اتنين تحط الليتس كريت وتحط هنا الداتا بتاعتك بتاع البري التاني تمام. البيرو موجود اهو تحط الزونيشن بتاعك هيبقى اول البيرو كود طبيعي عشان هم اللي هيعملوا زونيشن فانا هعملها لهم على اول وهم يعملوا زونيشن. الزونيشن ده في الاناليسيس انما لو كنت بتخلق تمبريتشر كيرف بتاخد الاول عادي. تمبريتشر كيرف باخد الاول ناخد الاول افضل تمام. وتحط بقى البارامتر بتاعتك هنا البارامتر ايه؟ اللي هو كان عليه ماده ستيتنج مش عارف بالظبط هنا الحاجات دي تمام. طب دكتور معلش ممكن سؤال؟ هي هنا كلها طالعه بالسيريزز لا ما انا هنغير اهو. ايوه ازاي بقى؟ بتيجي هنا تمام تعمل ايه في الفور؟ بروبرتيز حلو ثواني كده هشوف هنا شوف بس كده ما انت بتغير هنا عادي اهو ماشي تمام ماشي. حتى التمبريتشر بتتغير بس انت كل حاجه مثلا هنا ديجري ايه فرنهايت صح؟ شكرا ماشي تمام. وهنا ده بيبقى ديجري لكل 100 فيت. انا مش هستخدم الاي واي لان انا هستخدم حاجتين تانيين بس انت صرفك بتتغير ازاي يعني. تمام طب نديهم اكس ماس كده عشان نبقى ده كله احنا طبعا يبقى ايه؟ الفيت تمام؟ طيب مطلوب هنا ايه؟ الهدف كله ايه؟ ان انا بحسب التمبريتشر تكون بس فاهم بتعمل ايه؟ انا بحسب التمبريتشر كيرف كيرف ده الدبس بتاعه وده السيرفس والريجيو محطوطين فوق صح؟ انا بحسب كيرف زي ده كده اسمه جيوثيرمال تمبريتشر كيرف عشان احسب كيرف ده عايز حاجتين بحسبه بطريقتين اما سيرفس تمبريتشر وبوتوم هول تمبريتشر ولبس وهو يحسب الجريدينت هو يحسب الجريدينت او اديله جريدينت تمام؟ واي واحده من الاثنين واديله اي تمبريتشر مثلا تمام؟ الجريدينت هو عباره على مثلا الجريدينت هايت ده 100 متر واديله مثلا بوتوم هول تمبريتشر او سيرفس تمبريتشر تمام. فانا هستخدم الثلاثه اللي هي التوب والبوتوم سيرفيس وهو الليبس موجود اوريدي محطوط عندهم تمام. بعمل ايه هنا؟ يبقى التمبريتشر مش عايز جريدنت بقى خلاص هنشيل جريدنت هنستخدم حاجه اسمها تي ال اي بي ال اي تي ال اي
اللي هي عن السيرفس. هو نفس الكلام ده بيبقى موجود في الانشاليزيشن برضه انا اللي بختاره. ما هي دي الانشاليزيشن دي من كوانتي لان دي؟ ما هي دي من كوانتي او كوانتي لان هتلاقي فيها نفس الكلام. نفس الكلام. هو عامل مرج هنا نفس هنا تلاقيه موجود هنا. حلو. تمام؟ بس انا دايما كنت افضل اخلق كيرفين الاول كبريشر كيرف وبريشر كيرف من الكوانتي ده ويبقى ثابتين عندي حاطط هنا يتخلقوا هنا. تمام؟ ويبقى كده اخش على الكوانتي لان. ما اشتغلش ومش عاجب اخش على الكوانتي لان تلاقي نفس الكلام. خلاص يبقى انا هنا ايه انا مش هعمل الكلام ده لان ودي خلاتي كام بس هضيف تعمل ازاي ماشي تمام فاحنا هنا هي الدي ال اي دي عباره عن ايه انا هدي له بوتوم و هندي له هنا تمبرتشر وسيرفيس تمبرتشر بالظبط كده اه جميل دي في المايك ولا دي حطوا هنا دي قد ايه ماشي وديت ايه السيرفس قد ايه التمبريتشرز بتاعتك تي ال دي المفروض هنا تحت مثلا المتريات دي يبقى لازم نقول مال تمبريتشر وسيرفس تمبريتشر ماشي تمام وبتعمل رن جميل هنا طبعا في حاجه اسمها ديسبلاي حاجه اسمها سيف ديسبلاي فدايما خد سيف ديسبلاي عشان يروح سايب وتروح شايف الشكل بتاعك عامل ازاي جميل لو ديسبلاي بس هيعرضها بس هيعرضها بس مش هسيبها فانت لو انت عايز تشوف شكلها عامل ازاي ممكن تعمل سيف الديسبلاي وتشوف لو عجبك تقفل بس هكلمه سيف وخلاص تعمل بس لازم سيف تعمل رن تمام رن بس ده بيطلع لك حاجتين لان هنا في المفروض في المد او في البريشرز بعد كده البريشرز اه خلاص يبقى ده كده عشان يجيب لي بس التمبريشر كيرف خلاص تمام خلاص جبت التمبريشر تلاقيه موجود هنا اسمه تم هيسميه هو اسمه اف تم عشان تمبريشرز ماشي انت ممكن تغير تخلي تمب يعني تخلي تمبريتشر عشان يقبله بعد كده الى هنا شوفوا فين هتلاقي موجود تحت حاجه اسمها الصوت ايوه ده بسميه اف تم اوكي تمبريتشر كيرف يعني اوكي جميل نفس الكلام برضه هنا على الكوانتين على البريشرز بريشرز نفس الكلام هتران لو كرييت هيجي هنا نفس الكلام خالص والبرامتر الزونيشن هنقول ده كله هتحتاج بس هنا محتاجش بس الايه ال بي بي جي المود بتاعك فهو هنا عندك بجرام سي سي اللي هو المود دنس ده اسمه المود دنس دي تمام فانا هنا جرام سي سي انا عايز اخليه بي بي جي اخليه بي بي جي عادي يبقى 10 مثلا او 10 ده بيجي برضه من هنا ماشي ما تحطوش اللي بيبقى بعد ان المود دنس دي كذا عادي نروح حاطه نفس الوقت خفيف وترن برضه هتدي له حاجه اسمها بريشر هنا خلاص ماشي وترن هتدي لك ايه كيرف اسمه بريشر كده خدنا الانيشال انجن كده خلص ماشي بشيل بقى الكلام ده خلاص انا مش عايزه معايا هو 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 الكريبات دي كل الكلام ده هتعرضه عشان نعرف ان هو عامله اه بالظبط اقول لهم اقول كل ما تعمل حاجه خد سناب شوت من الايه تمام يعمل البريشر والرين بريشر كيرف والرين تمبرتشر كيرف كل الكلام ده كده يعني حاجه بسيطه السناب شوت وتحت كده وسناب البرامتر تيبل وحاجه يعني ممكن اعمل تيبل بسيط كده اكسل شيت خدت البريشر كام كذا وكذا وخلاص يعني مش نوت ان ايشو طيب خلاص انا بقى عملت الدو كيرفز دول اللي كنت عايز الانشناليزيشنز ولو ما اشتغلوش معاك بتخش على كوانتي الان اهو كوانتي الان هتلاقي حاجه اسمها الايه انشناليزيشنز اختار الدي بتاعي برضه اه هم هنا لو انت مخلقهم حطهم ما خلقتهمش هو بيخلقهم لك تمام عشان كده عشان كده هو عامل ايه ده ابيض وده جراي جراي ده يعني مش مانداتري تحطه ماشي اه از نوت مانداتري يعني تمام وبن احنا بالاثنين تاني اهو ممكن لو كنتش انا حسبته هناك فانا عادي هنكريته هنا برضو شوف انت عارف الكريت من هيدين ازاي نيجي هنا ايه على ال تمام ده كان عادي خالص كان الانشاليزيشن برضو تبقى اول اه عادي بعد كده ما تخش هنا عايز تحط انشاليزيشن حط طيب ده طريقه ثانيه انشاليزيشن هنقول ان احنا ما عملناش حاجه خالص وايه والانشاليز من هنا تمام ماشي عشان تعرف بقى انت عايز الطريقتين هنا هنعمل التمبريتشر بس ده هيخلي لك الاثنين بقى تمبريتشر وبريشر في نفس الوقت تمام فاهمني؟ تمام
كان هنا عايز تحطها تحطها ما تحطهاش تقول يعني ايه كالكوليتد. طيب هنا اللبس اهوت بتاعنا عليه خالص بس اللي بحطها نفس الكلام بوتوم هول. بص بقى يا دكتور هو هنا كاتب ايه؟ كاتب ان هي بالديجري سيلسيوس. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ ماشي مش من هنا. هو انت لو كنا فعلنا هو مش عارف هو هنا هو هنا هنا بيلت ان داخل الايه؟ البتاع نفسه. أيوة مش موجودة زي الاوبشن الثاني. ففي اوبشن انك انت تعملها اللي هو ده تيجي هنا اي فور ماشي وتعملها اهي. بس هي تحط فين؟ لازم تحط فين هنا الماوس؟ شوف كده هنا. بص على بتاع السؤال هنا هو هنا كده. دي جننتني. دي جننتني مش عارف اقلبها وسيليزيوس ومعموله وبعدين حسبتها بالكالكليتر وقلت خلاص هكتبها بالكالكليتر حولت من سيليزيوس لفارنهايت. قلت طب والطلبه هقول لهم ايه؟ هقول لهم حولوها. لا هم اساسا بيعطلوا في اقرب بوينت يعطلوا فين. خلاص كده عرفت ازاي؟ تمام. يبقى البروبرتيز عشان اهي حط الماوس اهو ده اهم حاجه. الماوس فين؟ اهو في الحته الجايه دي وقف فوق. هيجي لك كام؟ هيجي لك مش هناخدها ديجري فارنهايت تمام وديت بي بي جي تمام بس برجع هنا هتلاقوا اتغيروا هنا اوريدي ديجري فارنهايت ديجري فارنهايت وهكذا. البوتوم ما ناخد الام اس تي 70 مثلا او 80 خد 70 كده عنده في الهيدر. بعدين ده الرقم اللي هيقول لك في الهيدر او الهيدر عشان سيف الهيدر ممكن تمبلتشر يعني ممكن ياخدها ب 60 في ناس تاخدها 80 في ناس تاخدها كذا يعني بس هو لازم يكون عارف هو حاططها ايه يعني. ماشي. اللي في الغالب ده بتاخدها من الهيدر برامتر افضل لان هو بيكون عن كل تمبلتشر سيكونس يعني ازاي. ماشي. الار ام اف اللي هي دي برضه بتكون موجوده لما تفرتكت مثلا هناخدها مثلا 0.09 مثلا. ماشي. ده طبعا موجود من الهيدر اي حاجه هنا من الهيدر ما بنحطهاش من دماغي. طيب السنتي مش هنحطها لان السوفت وير اما يحتاج ار ام اف او سنتي. تمام. يعني ده فانا حطيت ده وهو يحسب ده. اوكي. تمام؟ الار دبليو تي ديت عباره عن ايه؟ الفلوشن موتور خلاها مثلا 200 بالار ام او المار 180 ار ام تي ديت التمبريتشرز بتاع الفلوشن موتور ستيتس. الفلوشن موتور ستيتس مثلا هاخدها 0.024 مثلا. ماشي. برضه ديت هتضايق. فهو لما بيحسب بياخد عين سامبل بيوديها اللاب بيحسب فيها الار دبليو اد تمبرشر ايه؟ فهنا لازم اد تمبرشر كام؟ فهنا انا بقول ان هي 0.024 اد 180 ماشي تمام لازم تحط دي اد يقول لك عندي كام تمبرشر؟ طيب المد ويت قلنا 10 دي بي جي دي ووتر بيز مد ماشي. هو لسه اللي انت بتتكرر انا شايف بي 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 ام وبي بي ام في حاجه فلاش وحاجه اسمها دي. طيب ده سنتي ده بي بي جي ده الار دبليوز ار ام اف تمام ودي التوب بوتوم في حاجه ناقصه؟ ماشي هنعمل بقى رن كده سيف ديسبلاي نشوف حسب حسب الحاجات بتاعته اهي تمام. هتلاقي هنا في لو انت بصيت على حاجه اسمها سولت كده سم سولت سولت تمب هتلاقي حسب حاجات الجديده دي تمام. طيب هنشيل بقى ده كده اهو عملت من تاني كده عشان ايه ماشي ده البريشر اهو حسبه تمام وهتلاقي في قيمة تمبريشرز موجودة اهي تمبريشرز موجودة عندنا وهكذا. ده خلاص ده الايه؟ ده اللي هو عايز يحسبه. هنخش بقى بعد الانشاليشن نخش على حاجة اسمها ايه بقى؟ الكوانتي لين نفسه اللي هو ده. طب هنيجي عند بيري 2 وده عبارة عن الحاجات اللي احنا بنحسبها. هناخد البارك دنسي هناخد الدنسي اللي انا عليها دنسي هناخد النيوترونز هناخد الانفورميشن ريزستيفيتي عندنا اللي هي الديب والشالو تمام. هو بياخدها اوتوماتيك؟ ممكن ما ياخدهاش اوتوماتيك فتضطر انت تروح تحطها له عادي. ماشي تمام. ليه؟ ممكن يكون الكيرف هنا مش متعرف على انه انفورميشن ريزستيفيتي. فانا لازم اعرف ريزستيفيتي لازم تخش على الثلاث على فولو عشان هو يتفاعل معاك. تمام. كومبريشن تبع الستونس اللي هو الدلتا تي تمام. بروستي بقى ممكن تاخدهاش عادي وتحط سنه الجمري بتاعتنا في اي حاجه ثانيه
لو انت عندك مثلا الديف ولا حاجه في ديف. لا نشوف كده لنا ديف ولا حاجه. نعمل كريت الاول ده كريت ماشي هيجي لك هنا اهو. فهو بيجي لك من الكيفات اللي بتستخدمها الروبي الفايل الدي اس ال الفي بي اس. تمام. الريزوليشن هنا بقى مش تقول الريزوليشن. بص احنا هنعمل رن ريزوليشن ونشوف شكلها عامل ازاي ماشي. وبعد كده انت بتعمل ريزوليشن سواء عامل كده انت بتعرف تخليه ازاي اوتوماتيكلي عشان تشوف تديفرنشيت بعد كده. تمام. فانا ايه ممكن اعمل ريزوليشن دلوقتي عادي. نفضل يعني افضل دايما الريزوليشن يبقى موجود ريزوليشن في الكونتينر. دايما افضل لان كل واحد بيبقى له كما لو كانت بتعمل كل ريزوليشن سبيشال بارامتر سبيشال موديل. فاهمني؟ ده المور افيشنت ومور افكتيف يعني. جميل. فانا اعمله ازاي طيب؟ بعمله كده. راجع الريزوليشن دي. هنعمل لحد كام؟ عشان ما نقعدش نعمل كونفيوجن كده. نشوف انتوا تفتكروا كان السيجما لحد زونز معينه. زون 4 صح؟ كان زون 4؟ لغايه زون 4. السيجما كانت خلصانه في نص زون 4. تمام. طيب يعني كل الزونات دي مالهاش اي لازمه معانا. بس غريبه هي مش السيجما ديت اللي هي الخط اللي لونه زيتي. لا نص لون 4. طيب هشوف حاجه ثانيه كده معلش. شوف مثلا لو السيجما الثانيه وصل لحد الاخر برضه. هم فقدوا الامل. واضح ان الحته كلها دي بليتد. قال لك نوفر لوجنج. هم بيحسوا من متر. يقول لك لا كفايه كده ما ينفعش فلوس. طبعا ما انا عارف ان انا عندي ميه اوريدي. يعني هم عملوا ايه؟ الحد يعني. فاحنا هناخد لحد زون 4 بس. ماشي. اوكي؟ حلو. فقلت القصه ايه؟ يعني ليه باخد كذا كذا؟ زون لحد زون 4 ليه؟ لان اي داتا بعد كده هتبقى نوت فاي برضه. ماشي هتبقى ليها لازمه. اللي هي جايه من السيجما لان يعني السيجما مش داخله في الاناليسيس بقى خلاص. ماشي تمام يعني انا الداتا بتاعتي اخري السيجما. اللي انا عايز اعمل اناليسيس من السيجما. تمام. طيب يعني من 1 لحد 4 صح؟ تمام. فانا اجي هنا باخد 1 ل 4 زون ده. لا ماشي عمله برودكاست هنا. تمام. هو طبعا كده خلاص تمام مش ريزيشنز كانت ايه يعني. هو بقى بيرجع بقى ايه يعني المفروض النمله بقى اللي امسي اف ديتا يعني فيل داون الحاجات دي وخلاص كده. بس هو اوريدي بياخد كومبرشن كيرف عشان يظبط الكذا. هو اوتوماتيك بياخد الكلام ده يعني. اوكي تمام. فين البتاع ده؟ انا طبعا بالنسبه لي هو بقى بيجي لك تمام. انت فين ده كريت رايت نفس البرامترز يعني نفس ما تتحط بيه كل حاجه هي بس بتاع عشان هو بس يبدا يعني يبدا يحط البرامترز بتاعت كل زوز يعني. تمام خلاص ده كده تمام. هنخش احنا بقى على الاعلان ده. طيب انا شايف الاعلان ده البوتش كيرفات بتاعتي الداتا دي ولما يسوي حد كلها تمام. زينيشنز بتاعي ماشي البارامترز دي بقى. طيب لو بصيت للكومبوننتس هنا هتلاقي مش مديلك زونز صح؟ فتعمل كده على الكوانتي اعلان ده اهو اف فولد في هنا حاجه اسمها وان موديل باي زون تعمل يس هتلاقي زونز ايه ظهرت تحت هنا كده. وان موديل باي زون يبقى في الكوانتي اعلان. تمام. ثانية واحدة. هذا الكوانتي اعلان. وان موديل باي زون. هنيجي بقى زون باي زون بقى. تمام. هنحط فيها كل حاجة ونشوف. يعني مثلا نحط اللايت. كل حاجه معانا ايه اللي هو لازم تكون بعد ما نعمل بالظبط كده كل حاجه لان كل دي مينرالز. تمام. طيب هنحط الكلاسات اللي نشوفه ونعمل ايه اللي هو يس عشان يبان لك ان ده كوارتر اللايت موجود في اللايت ايوه كونات جيب ميستيك اهو اعمل نو اعمل نو سوري تيجي تقول تاني هو نو نو انا مش عارف كان هو جاب ميستيك وده نعمل ايه تاني؟ كلهم كلهم يبقى انا هعمل اللايت كوارتز كالسايت ها
واويل ووتر اكس واي اكس اويل اكس ووتر يو اويل ووتر خلاص اللي معلش الاكس الاكس ووتر والاكس اويل اللي تحتيهم دولت يو اويل ويو ووتر اه تمام اللي هي الفلاشد والان امبيدد بالظبط اوكي تمام كالسايت انا ما اخترتش هنا لايم ستون انا حضرتك هنا اخترت كالسايت ما هو الكالسايت لايم ستون تمام سمر جوست انا الشوت خبره يعني اوكي الكالسايت ده يعني ايه اليمنت او مينرالز انما اللايم ستون ده صخر فناخد الايه اللي هو الكالسايت اه جميل اوكي جميل هنعمل نفس الكلام ده بقى الايه وكل زون ده فور تايم بينج يبقى كده نعمل رن ونشوف شكله عامل ازاي نفس الكلام برضو حسن كاتش معايا كل سايت نسيته كان عارف اعمل اول تاني خالص اهو هنعمل بس كده اول اختاره ثلاثه اربعه تمام اخش بقى على الايه على السبيشال مينرالز هاخد مثلا الريليشن كويشنز وده الام والان نسيبهم من فوق مش عندك سكيل اناليسيس فالام والان والايه احطهم ماشي هو معلش احنا كنا في الانبوت بروبرتي صح؟ كنا في التاب بتاعت الانبوت بروبرتي اهي في الانبوتس خلصنا ده ماشي اهو هخش بقى على الايه سبيشال مودلز ماشي هحط الارش كويشن بس ده ايه تمام فاحنا قلنا ناخد الريليشن فور تايم بين وناخد حاجه دايما تاخد اللان لينيرز اللي هو الايه؟ النيترون نيترون بروزيت اه وده ناخد الواي اللي هو تمام اه ده بتاع السوني اه تمام ده هتعمل بقى كل زون صح؟ اهو هيطبقوا كده على كل زون احنا لازم نختاروا كل زون اه اوكي للاربعه اختار الكلام ده للاربعه عشان تتعامل مع كل زون كانها موديل واحد تمام فهو لازم تميك شور ان كل ده يتعمل يعني ده دي لسه لينير اه فنشوفها بقى نغيرها ودايما بص بعد ما تحط الحاجات دي ارجع مش نشر امنشن تاني لان هو احيانا ستوفتور ما بيجي بيبقى ستوب ده حاجه كده فانت اعمل ميك شور انك تعمل امنشن وترجع تاني اوكي عشان هو اوتوماتيك يدخل البرامج ونعمل رن ونشوف شكلها عامل ازاي ايوه شوف ليه بتلاقي هنا في ايه؟ الورننج بتاعك عشان الحاجات ديت ايه؟ ابسنت فاليوز كده. فهو المفروض لما تعمل ترانزيشنز بيحصل الكلام ده اوتوماتيكي. تمام؟ اه انت ابسنت فاليوز. اه اوكي. هنا مش المفروض تعمل الحاجات دي داون برضه فيل داون فيل داون اوكي ماشي او هو دول اللي هم المشكله فنحط لهم فاليو دلوقتي اي رقم ديت كلي والبروستي يحط مثلا 0.15 عشان ايه يترك ده مثلا 1 السوفت وير ريهام وايف 2000 تمام كده الو لا لسه هاي طب خلاص هكذا ده ايه الكلي باوند ووتر هنا فين ال هنا كده الفاليوز دي اللي هو انفورميشن ووتر ريزيستيفيتيز احنا اوريدي حطيناها صح؟ اللي هي 0.04
دي كان حاطينها المفروض المفروض هو ياخدها من ال من دي مش عشان تكون لازم مش هنعمل ايه الرام الاشارجيشن نرجع تاني فهو ما خداش فاحنا نحطها بايدينا على الابراج. طيب دي هتبقى زوم بزوم برضه اكيد. شوف احنا بالنسبه للزوم فاشل دي اللي احنا عارفينها اللي هي البوينت او 4 اللي احنا كاتبينها اللي ادوكم ايد بوتوم بوتوم بالشبكه دي الار دبليو يعني تمام لكل زوم. معلش يا دكتور هو بس ممكن سؤال هو حضرتك اللي هي زوم باي زوم منين كانت؟ ان انا ادخل يعني خلاص بس كده عشان بس ما كانش حلو. من هنا كده تعمل اف 4 وتلاقي هنا 1 موديل باي زون تخليه اه صح تمام. تمام كده بدا يحصل اهو حاجات اه تمام كده ايه يبقى هي كانت ايه لان هو كان البوينت 4 ده بتاع الار دبليو مش موجود وطبعا دي ميك سنس. هو الراجل بيقول ايه؟ ان مثلا عندي الاس دبليو سو جالي في البي ار اي ار دبليو على الفايروس ام ار تي صح؟ هو الراجل ما عندوش ار دبليو هحسبها ازاي؟ اه فاهم قصدي حضرتك فمش هيطلع ستيشن هيطلع كويس فهو هو ما خداش سم اوت حاجه بيحصل في بلد الدكتور حتى في مثلا في دي دي هيحصل تعمل ستيشن تاني في حاجه مش حاطط ايدك مش مشكله تمام خصوصا ان هو الكراك دايما بيبقى في ايه؟ في العين بس انت تكون عارف انت ايه بتعمل ايه يعني تمام. طيب فديت الداتا بتاعتي اللي هي الران بتاعتي الاولانيه سام هاو فانا ترى بقى ايه نظبط البارامترز الكيو سي بتاعي يعني ايه اللي هو الران ده ده المفروض يدي لك ليس ليس ريد ده اللي هو اني واحد ده بيسموه كيو سي كيو سي ايرورز اه ماشي اللي هو الكواليتي كنترول يعني اه ده معناه ايه بيقول لك الموديل اللي انت حاطه التولز البارامتر حتى البارامتر حتى التولز للدنسيتي اللي انت مش عارف ايه ما هيش بيرفكت الموديل اللي انت حاطه فاضطر ادجست البارامتر عشان الدنيا تقاربه البارامتر اللي حاططها تدجست الموديل فبالتالي تطلع ايه الاحمر ده معناه كده معناه كده محتاج اعمل تعديل بس تعديل للبارامترز اللي انت واخدها. لا احنا خدنا ديفولت احنا خدنا ديفولت ورنينا صح فاضطر طبعا ايه بقى اشوف البارامتر دي اللايت دلتا تي كام بتاع اللايت الروبي بتاعته كام فاكر انت لما قلت لكم اكتبوا كان في الليكتشر الاولاني دي او في اي ليكتشر لا لا هنا دلوقتي حالا انا قلت لكم كروس بلوت اهو فانا جيبه عادي اه الافرج اللي جبناه من الكروس بلوت صح؟ هنا يعني عندي 2.19 للكلاي و 0.45 هو هنا حاططها ايه؟ احفظ الرقم ده 2.19 اه هو عملها هنا 2.97 المفروض 2.15 وده 2.4 كلها جايه اوريدي من الديسبلاي يعني. طب السونيك كام؟ السونيك بعد بخش على الكلي واحط الفاليو بتاعته لو انا بصيت هنا عشان كده بتاع الكلي صح؟ اه احنا في الزون كام؟ احنا في الزون 2.3 مش دي الشيل هي بيور شيل خد بلاند بتاع الشيل عندي هنا السونك كام عندي؟ بحط هنا باخده كام هنا؟ 108 119 120 هنا بحطه كام؟ 90 بحط 120 تمام؟ وهكذا يبقى كده بغير بقى تشينج البارامترز؟ ايوه بجيب بقى بغير البارامتر اللي هي اوريدي اوريدي بقى ليها البروبرتيز بتاعي الكومبوننتس سبيسيفيكيشن ان انا ما بعملش تاتش الحاجات دي ما بعملش تاتش مثلا للكوارتز 2.65 اعرف ان هو 2.65 اللي هو لكن اللايت مثلا انا عارف انا اللي من الشيل عندي اللايت ما يكونش اللايت كان يكون كارونايت كان يكون كذا او حتى لو هو اللايت بس اللوكس بتقرا من مكان لمكان او بتقرا في انفايرمنت بتاعت كذا لان دايما الشيل او الكريم ملوش فيكس باك لو فاريبل فاريز انما الماتكس بتاعت سان ستون معروف انها 2.65 عند زبروستي وضل السؤال تحط 2.71 عند زبروستي وهكذا تمام نرن الكلام ده احنا طبعا ايه احنا الكلام ده هتعمل بقى ايه فوت زون باي زون برضه صح؟ يبقى
انت بقى ايه انت بقى يعني ممكن تبقى يعني عشان كده دي نيمس زونيشن. انا خدت هنا ايه زون 2 اهي، خدت من البارامتر اجي زون مثلا 3 انا عندي فيها كلية اهو، اخد البارامتر بتاعته واحطها فاهمني كل واحده بقى. ما دايما اخد ادجستنت شيب ريزرفور، انا عندي ريزرفور وفوق الشيب او تحت الشيب باخد الادجستنت اللي اخد البارامتر بتاع الشيب اللي عندي. فاهمني؟ يعني مثلا الحته دي مثلا زون 3 صح؟ فسند السيل اهو، بس فيها شيل اهو، اخد البارامتر بتاعت الشيل دي احطها في ايه؟ في زون 3 ما اخدش بتاعت الاولاني وهكذا. لان ممكن يكون ديفرنت في ديفرنت بليسز او ريدنج مختلفه، فانت ايه تبقى انت في السيف سايد يعني. ناخد اكزامبل مثلا هنا مثلا في الحته بتاعت الكلين دي مثلا عندي 134 سم، هنا كنا واخدين 120، فناخد زون باي زون باي نعمله بالمره. معايا ولا ايه؟ محرك يا دكتور. طيب هنطلعهم الاثنين احسن بالايد وبعد كده نحطهم ايه؟ تمام. مره واحده ناخد زون باي زون عشان الكروس بوت، بس ايه؟ ناخد زون 1. زون 1 اهيت، احنا هناخد مثلا ده كلاي اهو، واضح كلاي ده كلاي برده محترم اهو. اي معلش خد لي اكتب الدلتا تي نيوترون دنسيتي، تاخد الدلتا تي نيوترون دنسيتي. الدلتا تي عندك 100 تمام، النيوترون بوينت 34 نيوترون بوينت 34 ايوه، والدنسيتي 2.31. طيب ناخد احنا زون بعد رقم 2 ماشي. الشيل بيوري شيل دي الشيل 120 دلتا تي 120 تمام، و 2.15 جرام سي سي نيوترون بوينت 45 زون 3 الشيل 136 دلتا تي 136 2.17 والنيوترون الرتم برضه عالي ممكن بوينت 4 رقم 4 في حته شيل هنا برضه الدلتا تي 114 2.15 سي 2.15 وخد نقطة البوند 45. احنا خلصنا دول كده؟ لسه في زون تانية؟ لا هم أربعة بس. طيب. هنيجي بقى هنا نحطها كده نوقع كده، هات لي بقى أول زون معلش قولها لي وأنا هحط هنا. أبارك بس الطريقة بتبني إزاي؟ تمام. كام الدنسيتي في زون واحد؟ 2.31 31 تمام. النيوترون؟ 2.34 الكومبريشن دلتا تكسونك 100. طيب زون 2 دنسيتي 2.5 تمام، نيوترون 2.45 هو سايبها بوينت 3 ماشي. الكومبريشن كام؟ 120 تمام. زون 3 2.71 سبعة واحد واحد سبعة واحد سبعة سبعة ده تلامس تو ماشي. الكومبريشن 136 الفور 2.15 النيترون 2.45 والكومبريشن 114 تمام. بنرن الكلام ده برضه تاني بقى. الفول كيو سي بتاعك انت عشان تعرف تعمل كيو سي ازاي؟ الكيرفات لازم تكون اوفرلاي، الكيرفات لما تبقى اوفرلاي على اتش اذر اللي هو المودلز والكيرف ده الكيرفات دي كل الكيرفات. ما هو الكيرفات دول معناه ايه؟ الكيرف اللي انت مديني اللي هو النيتون او دينستي والسوفت وير مخلق كيرف تاني الكروستراتيك كيرف مدى انطباقهم على بعض يقول لك ان الشغل صح والمرور صح يعني مور بس في فروقات تبقى تبدا تاجست حاجات بحيث انك تخليهم ايه؟ الاثنين على بعض تمام؟ ده في الكوانتي الان عموما يعني صح؟ يعني عايز الكوانتي طيب
طيب انت انت احيانا انت ما عندكش هنا الدنسيتي لوج صح؟ ده اللي هو البيف، البيف احيانا بيبقى ايه؟ بيبقى جود انديكيتور على السولوجي بيفرق اكتر دايما لما يكون معاك حاول تدكتور حاول تستخدمه دايما. لان انا شايف هنا ايه برضه شايف ان هنا في ساند كتير، شايف لايمستون كتير في البتاع ده مع انه مش لايمستون، فطبعا اضطر بقى نشيل ايه يعني ده مش ميك سينس اكتر. فانا ممكن اخليه ايه نشوف الاول ده شكله عامل ازاي وهكذا فاهمني؟ يعني اه نشوف كده بركه شكله عامل ازاي. ما هو ده بقى الانتربريتيشن ده اللي بتفضل ايه تجرب لحد ما تشوف البيست موديل بتاعك، او ممكن تسيبه بس تعمل له كونسترينت تقول له ما يزيدش عن 5% ما يزيدش عن 2% في الكونسترينت عليه عشان يماتش الرياليتي او يماتش الايه المطلوب الموجود عندك او هكذا. فده بص ده ده مثلا بقى بس لايم ستون وايه؟ شيل وشيل بس. طبعا الارقام دي عشان اعمل لها اسامبشن يعني اه بالظبط كده اه ف ف ف ده مش هتاثر الارقام دي الار ام اف والار دبليو والحاجات دي ما بتاثرش الا على حاجه واحده بس على الفلويدز اللي موجود جوه البروس دي. شوف في بروس بتتحسب جواها فلويد اهو صح؟ هتقول لك كام اخضر وكام ايه فلاس بس ماشي اوكي فاهمني؟ دي ده ده اللي بتاعتنا انما ما بتاثرش على البروس فاليو ولا بتاثر على السولج فاليو تمام تمام ده بس عشان تعرف الفرق يعني. انا بقى ايه تبدا بقى ادجاست تشوف عندك انا مثلا في مشكله عندك ده ايه ده؟ ده الروبي. الروبي دي ما فيش في مشكله انها مش ماتش. ابدا ايه اظبط فيه شويه بحيث ان انت ايه تظبط كل حاجه ايه بحيث انها تبقى مور ليست تبقى ماشي. انا مثلا هنا دي كارثه دي مثلا يعني ايه عامل لك حاسب لك فين الان فين؟ دايما تبص الان فين دي الان فين دي. دايما ده التراك بتاعك ما تبصش الحاجات دي انا عايزه اه فاهمني؟ فهو ده الادجست بتاعك. في مثلا ايه لو تقول قبل كده بيبقى في اويل اهو في الشيل يبقى لازم ايه هعمل مودل تاني عشان من الاويل واخلي ووتر بس وبعد كده كومباين تمام؟ وهكذا. طب ده نكرر كده لغايه ما نوصل للمنطقه. اه بالظبط اه. طب هعرف ازاي ان ده البيست موديل ده؟ البيست موديل زي ما قلت لحضرتك ان انت بت ايه بتشوف الكونستراكشنز ده؟ بشوف ده 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 بي ايه؟ يعني مثلا لو بصيت ايه مثلا ايه هنا قال شويه معناه ان ايه الموديل كويس شويه تيجي فيه. انا اي دونت كير اي دونت كير لو المودل ده بايظ كده خالص في الشيل يولع تمام؟ اه المهم البيزون عندي البيزون اه فهمت ليه؟ يعني لو لقيت مثلا هنا ايه؟ انت اهم حاجه عندك في الشيل حاجتين ما يبقاش فيه اويل مفيش فيه اويل يبقى فيه ووتر جه بقى 100 بس الشيل جه مثلا ايه البروست بتاعته كلها عشان احنا دايما حتى في الشيل كده لو لقينا فيه هاي بروستي والهاي بروستي ديت مش جايه نتيجه الباد الباد مودل لا نتيجه ان انت عندك لو بصيت لو بصيت انت عندك هنا النيوترون في فين الشيل هنا مثلا؟ الشيل اهو شوف النيوترون فين؟ قاطع بونت 4 5 مش عارف اسمها بونت 4 5 بنت في العالم اصل حاجه بونت 4 بونت 3 8 فده معناه هو قالب في الماضي فانا كده كده اصلا كل الريدنج هنا غلط لازم يبقى عامل تشيك كمان فانت ايه فانت كنا بنعمل ايه قبل كده حاجه اما نشيل خالص نشيل خالص النيوترون والدنسيتي ونستخدم بس ده يعني كاكزامبل مثلا هيك اهو عشان تبقى انت عارف التريكات بتعمل ايه لا خلاص ده الموديل فين بقى؟ هنا مثلا كنت الى هنا هنا مثلا باجي هنا في الزون اهي اسمع زون واحد زون اثنين كانت الشيل صح؟ كانت زون ثاني الشيل؟ انا مش متذكر نشوف ماشي نشوفها ماشي
أظن اثنين الشيء صح؟ بروح أنا ليه هنا؟ وأعمل حاجة اسمها ليه؟ بروح أعمل كده في الموديل هون وأجي ده زون اثنين هنا صح؟ عشان كده ده في الزونيشن أجي عند النوتر وأعمل له أوف معنى إيه؟ ما تسبقش النوتر خالص لأنه هو فيري باد لأنه بيديني فيري هاي فاليو وهو بس الراجل يعتمد على دينستي. طبعا على فكره باي ذا واي الدينستي برضه المفروض تبقى اوف لان الدينستي والنيوترون فيري شارب شارب سونيك بس فبشتغل كنا شارب سونيك بس ونعمل مثلا ايه برضه ديسبلاي نفس الموديل برضه بحيث ان هو ايه يعتمد بس في الريدنج بتاعته او في الشغل بتاعه على سونيك في الحته دي بس يعني نلاقي مثلا تزون اثنين تمام بس طبعا ايه في حاجه كمان مهمه الراجل اللي بيدي لك بيور سان ده المفروض شيء بنحاول انت زون اثنين انت بتحدد بقى ايه تظبط البارامترز ماشي معتمد على السونيك بس انا ظبط برضه بحيث ان انا يديني هنا برضه 100% تمشي او 100% تمشي بس ايه يعني برضه مش كل اللود ده رايت لازم يبقى رايت وميك سنس ميك سنس خلاص وهكذا وبعد كده سايب الموديل ده بعد كده ايه بعد ما تخلص وارهابي وزيت ومش عارف ايه ممكن برضك انت هنا على طول انت هنا على طول اهو انت هنا مثلا في الشيل اهو زون 2 شيل صح شيل ما اويل ما فيش فيها اويل صح تيجي برضو عند الاويل زون 2 يعني مش لازم اعمل تو مودلز التو مودلز بس عشان تو كومبايند الشيل تخليه ووتر بس انت احيانا في الزونيشن ده عندك حته شيل وحته ثاني مش كلها شيل فانت لو شلت الاويل هتشيل اول من نفس الزون اللي تحت برضه ماشي ما انا عامل كل زون لوحدها فلو زون اثنين انا عامل كل شيل لو هي كلها شيل ماشي عشان مش هكومبايند الحته دي خدها زي ما هي شيل شيل الاويل وخليها ووتر وشيل بس بالظبط انما لو هي في حته تحت ثاني تمام راح تشيل سنت في نفس الزون ما ينفعش بقى تحط فيها بس تشيل الاويل لان الاويل ده هيتم من الزون اللي تحتها برضه تمام نفس الانترفال يعني نفس الانترفال اللي انا قلتها عشان كده عشان كده بعمل موديل تاني وايه وكومبايند ماشي فين الزونيشن؟ تحت هنا ماشي عشان ابقى نعمل الزونيشن اهي سوري براوزر زونيشن زون اتنين هنا اجي هنا مثلا على الكومبوننتس واشيل ايه؟ واعمل ده اوف وده اوف اخليها بس ووتر كذا تمام عشان اللي يطلع لي هيطلع لي بس ايه ان في عندي ووتر طلع ووتر بس صح مفيش اول خالص حتى لو بصيت هتلاقي البيرفكت ماتش معاه معاد النيوترون واضح ان النيوترون ده هو اللي ما احنا صح هو النيوترون اوف احنا اصلا عاملين اوف ما خدناش خالص صح؟ عملنا النيوترون والدينستي برضه ما خدناش تلعب بقى في الجاما ري فاليوز بتاعتك هنا الجاما ري فاليوز بحيث ان انت ايه تجيب الشيل بتاعك عامل ازاي؟ يعني مثلا ايه فين الجاما ريز؟ الجاما ري هنا مثلا ده نيو ايه؟ ده الجاما ري لو بصيت هنا مثلا الجاما ري الشيل هنا عامله كام؟ شوف طب ما بدل ما نخليهم يعملوا موديل زي ما احنا نخليه يظبط زون زون يجيب ماتش في زون زون بدل ما يعمل تو مودلز ويكومباين مفيش مشاكل بس يبقى صعب لانك انت الهدف كله من الموديل انك بتعمل حاجه اسمها باد هول موديل باد هول موديل يعني بحط فيه بس شيل بس حتى تحط شيل حط ما تحطش حتى سنت حر ووتر لان كده مش هيفيدني حاجه خالص في البيت هو النور ماشي انا خليه ياخد استراكات الشيل لوحده بدل ما ادخله في حته ال ممكن ما اعرفش يعني ممكن يبقى صعب عليه كذا حته الزونيشن ماشي هقول لك انا اعمل كومبوننت زي نو بروبلم ياخد مثلا هنا دي هنا مثلا الشيل كام؟ عامل الشيل ماكسيموم شيل عامل كام؟ 76 صح؟ مش شايف رقم تمام 76 خلاها 70 يعني سيخ 68 70 وهنا المينيمم بتاعه عامل كام؟ 32 انما هو هنا 150 صح؟ ف 70 وده المينيمم كام بتاع السنك 30 لو انت عملت كده مش
هو مفتوح صامويل او كده؟ هو مفتوح تحت كده لازم يبقى هنا اللي جنب كروس كوب ده هو مش هو ده؟ ايوه ايوه نعمله ديسبلاي تاني انا خايف لو بس نعمله ديسبلاي في حته تانيه هنا الجاما راي فين بقى الجاما راي هنا صح في الانبوتس الجاما راي هنا فين الجاما راي هنا في لا الكومبوننت سبيسيفيكيشن اخش يمين لا هنا الجاما راي هنا في حاجه اسمها الاي الانبوت ويتس حاجه اسمها الاي انا انسرتين في ايوه انسرتين انبوت ويتس تزودها معنى ايه يعني تزود بتقول له مثلا بتقول له السوفت وير خد الجاما راي عشان تحسب الفوليوم والشيب في الزون ديت خد له مثلا واحد مثلا او خمسه عشان ياخد عشان يعتمد عليها في الحسابات فوي مثلا احنا مثلا خدنا مثلا خمسه شويه ممكن نقفل ده كده عشان نحس ان في تشينج احنا نطلع على نقفه صح؟ احنا بندوس حاجه عليه بس التاني سيبنا مشكله ماشي احنا لازم نحط البرامج من اخرى اللي هي الود كومبوت 1 5 و 2 سوري 1 5 بس البرامج ديت المفروض السوفت وير يحسبها اوتوماتيك بس ادوكوا احيانا ايه دازنت ورك شايفين كده ظبط شوية الزون اللي في الشيل موجود غلط ظبط الزون تو بقت كلها شيل شيل تمام هو الأحمر ده جاز فين ده؟ لا الأحمر اللي جوه الشيل ده ده لا ده بي... احنا أهم حاجة عندنا ده ده بيقول لك الفلاش دون الفلاش فيرست ريتس كاز حتى انت مش عارف ده ايه بتخش علينا بص الهيدر اللي فوق خالص بالظبط كده فاحنا مين اللي هيبقى ده؟ طب ده ده كده معلش هنشوفه تاني كده ده زون اثنين صح؟ اليوم عليه 70 و 60 عشان كده ادالك مور شيل يعني تظبط بقى دي بحيث انت برضه ايه؟ يعني دايما دايما الشيل الشيل في الطبيعه لو هو مثلا 80% شيل بتلاقي فيه 10% سنت 20% سنت في الرق فده من دلوقتي ايه؟ يعني ات دازنت ماتر لان طبعا ده مش هتفيدنا كده كده هو الشيل بس عشان كمنظر جمال مش اكتر لان ما فيش اي حسابات الشيل يعني اي سبريشن فيه تلاقي 100% ووتر هتلاقي فيه اصلا اي حد بيحتاج اي كالكوليشن فيه كاوتبوتس الا الكونفنشن فاحنا دايما نقتله نقول له مثلا حاجه كده في ناس في جنبه كان يقول لك بيقول لك بلاطه بلاطه يعني ايه نخليه كله شيل مش بص يعني هي حاجه اصلا زي كام روك موجوده وفش مش لاقي حسابات فانت لقيت يعني الكونسيبت بتاعك كله ده من المفروض بورس تكون جايب اكل بروستي اكل سيتويشنز كل حاجه اكلت تمام لو انت عندك زوجي فيها شيت يعني يور نوت وورد اباوت ات يعني شوف ال Okay.
تمام ده كده يعني انت بقى تيو بلاي وزيت لحد ما تجيب الادجست بارامتر بتاعتك. بس انت عرفت ازاي ادجست تشوف الزون باي زون، تشوف الجمر ايه والجمر ايه بتاعته مينيمم والماكسيمم ازاي والحاجات دي كلها. لقيت ان في مثلا مش 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 في ريفلكت البتاع بتاعك تخش طبعا زي ما قلت لك كانت تخش مثلا على الجمر ايه الانبوتس بتحط عندك حاجه اسمها الانسرتينيتيز اللي هي ايه لو خليها مثلا ايه عاليه انسرتينتي معناها ايه يعني الشك لما تخليها مثلا الويت انسرتينتي عكس الويت يعني هتبدا عالي تحط ده واطي او ده واطي ده عالي. هنا الويتس احنا عايزين نخليها مثلا عالي مثلا انسرتينتي عليها انسرتينتي نخليها مثلا ايه 0.15 يعني انسرتينتي معناها ايه بالعربي يعني انت شاكك فيها يعني السنتيتي عالية فما تاخدهاش. انما تحط لها انبوت ويت يعني خد كل الكلام تحسبها في الحسابات يعني. ولو احتجت اي حاجه في دول بتروح عليها يفهمك القصه ايه بتاعت انسرتيتي وبتاع مش عارف الحاجات دي كلها الانتراكتف وازاي بيحسب الحسابات والقصه دي كلها. طيب دلوقتي انتوا عايزين ايه تاني؟ عايزين تعمل كومباين مثلا صح؟ ولا انا شايف ان الموديل بقى محترم بس هتيجي بقى نضيف له لانس كده تشوف شكله عامل ازاي تاني. لان شايفين الدينستي ايه؟ الدينستي متدمره. شوف الدينستي بمعناه ان في حاجه موجوده في الموديل في 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 عنصر هو مش جايبه. يعني ما طيب نحطه تاني كده عشان نشوف شكله عامل ازاي. Solutions components. خد all ولا خد الايه؟ كل سايد. كل سايد. كل اوسا. خد الرمز تون كل شيء شغال مسوي. ليش؟ I don't care بقى صح؟ هل كان الجون جايبه ليه؟ احنا لعبنا دي ولا ايه؟ كانت السنة؟ المفروض 2.65 ما تلعبش فيها خالص. 2.65 عشان كده هو مش جايب سنة خالص في الشير. انا مستغرب مش جايب سنة ليه. نرانا بس كده معلش نشوفه اللي بتلاقي فيه بس بتاعت الايه؟ الالايس بتاخد فيه ثوابت. فاحنا لو بصينا هنا كده نزول كده نكلمها على الصغير فين الزون اثنين؟ يعني هنظبط حاجات بحيث ان نجيب الساند يعني. بس هو كده المفروض يتحط 2.65. طب انا شايف يعني ايه بقى ايه؟ ممكن بقى تشيبه كده بس تظبط بقى تقلل شويه التلايم ستون تقلله شويه. تبدا بقى تقلله ازاي بالبارامتر دي بقى. لان ايه انا شايف يعني هنا يعني حته زي دي مثلا الكونستراكشنز كويس جدا قليل فانت عندك فعلا لايم ستون وساند وكلاي ماشي في الحته دي اللي فيها الكاربون دي ممكن اقلله شويه بس خلي بالك يعني تقليله او تزويده مش يعني مش هياثر قوي على البروسيس قوي يعني. هو الهدف كله ان اقول المات تكسيده كلها من ساند وشيل قد ايه ده قد ايه ده قد ايه فانت ايه جاست يو بلاي وذ ذيس وان هو في طريقه اصلا يطلع لي البرسنت بتاع السنت في الزون دي والبرسنت بتاع الشيب والبرسنت بتاع ما هو بحسب اوريدي ما هو لما بيحسب بيجي عند كل ده في طريقه بحسب الافرج للزون كلها مش افرج بقى يعني اللي بيطلع لك كيرف عايز تافرج بقى خد اكسل شيت تعالى وانت عايز بس اعمل اكسل شيت يعني لو احنا بصينا ده بير 2 اهو تمام هتلاقي عندي حاجه اسمها كوانتي لان اهو هتلاقي كل الفوليوم دي موجوده تحته اللي طالعه دي ده مثلا ايه اللايت قد ايه مش عارف ايه الاس دبليو قد ايه الان فلاشت انا دايما لما اخلص انالسيس بعمل ايه تقول كده بعمل سيف للايه؟ للسيف ذا فاليبل اري واسميه مثلا ايه الفوليوم بالكود بتاعه الكود هيجي هنا على طول الفيرتس بتاعته
من صامويل هنا اسمه إيلانا ويليامز. احطه هنا عشان اشوف شكله عامل ازاي بس مع اللوجز ماشي ازاي اهو ومكسكس مع اللوجز. هلاقي هنا عند اللوجز دي كده واخده واحطه بلاك اند دروب تمام. سايب ده كده هو موجود قدامي كده. اشوف بقى ميك سينس ولا مش ميك سينس. اشوف مثلا ال وارجع طبعا اظبط تاني الموديل يعني مثلا ده شيل اهو والله دي خلاص دي 100% شيل اسمعني اي دونت كير. هنا مثلا نشوف هنا في هذا الكربون لان يعني في هذا الكربون صح؟ في الحته دي كده مثلا اوكي ده صحيح دي ديت السيجما. لو بصيت للسيفتي هنا الستيف ده صح؟ تمام اويل فعلا مديه اويل صح؟ ده وانا بعمل السيجما بتاعتي لازم اجيب اشوف ده هل في ديبيتد ولا لا؟ هنطلع سيتويشن ديبيتد ولا لا؟ اني واي واسيوم ان احنا خلصنا الموديل ماشي؟ ماشي. عايزين اقول لكم الحته بتاعت الكومباين صح؟ والسيجما كمان السيجما بقى ماشي السيجما سهل ده مرتين ده ولا مره طيب هنعمل موديل تاني للووتر. ايه؟ هيتاخد الكلام ده مرتين انا شايف المره دي بقى اوفر لود ولا ايه رايح حضرتك؟ هنعمل ايه طيب؟ هنعمل واحد الاسبوع ده واحد الاسبوع الثلاثة كده. يعني انت هتحملهم ده على مرتين في البتاع؟ ايه رايح حضرتك؟ انا بس حضرتك براحتك يعني. اصل الموضوع الاناليسيس ده هيبقى اجتهادي يعني مثلا انت هتدول بيزك ولازم يبقى عند فرنسا ماشي يعني الجزء اللي انت هتتجرب ماشي انا فاهم خلاص ماشي يعني هو كده كده لازم يجرب ويشوف الافكتس بتاعت البراندر دي ايه ودي ايه وتعرف ايه والحاجات دي كلها ماشي تمام. نتابع موديل تاني ده هنسميه مثلا مين موديل دبل كليك على كده عشان تعرف تسميه كونت ايلان مين موديل ليه صح؟ ماشي اوكي. تاني بقى بتعمله بس هل ممكن اعمل دبليكيت يعني؟ كنا بنعمله كت اند بيست انت مش عارف ايه شغال ولا مش شغال. كريت نيو ورك فلو لانش مش شغال هنا بس anyway بنعمله تاني خالص لو على كونتي لان اهو وبننزله نعمل كونتي لان اوكي تمام نفس الكلام بتطلع عليه تو وبتنزل يجي لك هنا بنسميه شير شير ماشي تمام. بتعمل كل حاجه زي ما هي بس بتشيل كل الاويلز المهمه تمام تمام تمام. يعني تيجي هنا مثلا الديزاينشن والديفايس بتعمل بس هنا الايه كومبوننتس بتخليك كلاي ووتر ماشي كلاي ووتر بس ممكن تعمل مثلا ايه عايز تحط كالسايت اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده اللايت يعني ونعمل اي اويل انا اعمل مثلا يس مثلا انا هعمل كل حاجه هحط الكالسايت واحط كل حاجه ما عدا الاويل ايوه يعني الفكره كلها ان انا مش عايز ايه اخلق اي اويل في الشيل وعايز تشيل اللايم ستون تشيله لان كده كده عندي شيل مش هتقلل الستون فبيبقى سهل نشيل وخلاص تمام. تمام احنا قلنا ده برضك نفس الكلام ممكن ايه نعمل وان باي زون كده فهيجي ايه انت عارفين ان زون 2 هي اللي فيها الشيل صح؟
وبرضه لازم اجيب له ماتش صح كده؟ يعني ده لازم يعني ممكن يجيب ماتش بسيط ماتش كويس بس المطر ده اللي هي اوريدي بقت هول موديل فما فيش بقى اي اوتبوتس كويسه تطلع يعني كل ده مطر اوف بولشنج بالشكل ده كويس بس مش عارف تمام لان يعني انت ما بتطلعش منه اناليز وهكذا اوكي تمام انا بقى باجي بقى ايه هنا عند ال شكله عامل ازاي بس كده حتى هو بيبقى شكله ستيرتيز ممكن بعد شيل منه النيترو لو عايز عشان هو ده بيت هول يعني انت ممكن لو تشيله من هنا لو عايز يعني مثلا كده تشيله مثلا هنا كده نخلص من النيترو مثلا فين النيترو؟ عشان مش هو لا تمام عشان يجي يطلع لك او تسيب المود ده وهو تعمل له اوف تمام 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 ده برضو هتلاقي واخد نفس البرامج اللي انت واخدها الناحية في البرامج في المود ده معظمه يعني ما عدا طبعا الاويل ووتر اما الاويل قصدي الاكس ووتر والاكس اويل والاويل ووتر ده اللي مش واخدينهم ترجع طبعا ايه عايز تحط نفس الرول نفس الكلام مش نفس القصه يعني خالص بس يعني ايه بالظبط كده لكل شيء الايه؟ ما اللي هو عايزه ده برضه 1 2 2 4 الحاجات دي يعني واتس اوف ثريدز كان 1 2 9 لازم ده بس عشان تتريك السطور اشتغل لان الفاليو بتاعتها اغنيه نط نط رايت طبعا في شيء اصلا يعني انتوا يا رب حلو ليه؟ ده انا لا خالص كده الساعه انا وين اي حاجه يعني اي برامج يعني الفكره ايه ده ان ده شيء زول شيء زول فان احنا عايزينه بس يشتغل بحيث انه ايه؟ مش فاكر رقم كام بس موجود عندكم ده اللي بعمله بالظبط زي اللي عامله قبل كده لو تفتكروا بس جاست ماتر اوف المفروض واخد الارقام دي من الانشنزيشنز بس سام هاو هو احيانا ما بياخدهاش بيحصل لا يعني احيانا بيحصل احيانا ما بيحصلش فانت تقول عنده وجه يعني من عندي هذا الموديل اللي طالع الشيء ماشي كله ووتر اظن كده بقى بقول ده لان انا هاجي عند الحته بتاعت الشيل اعمل لها كومباين ماشي انت مش فاهم معايا بص جاست بسيط في ناس بتسيبه كده واظن كده الموديل عمال بس انا عارف ان عندي الشيل ما اخدش له اي داتا وبناء على الريزرفوار اكون ايه واخد الداتا بتاعتي اجيب الفوليومز بتاعتي اللايف فوليومز يعني بس انا يعني ايه عشان اعلمك برضه ازاي تعمل كومباين وفي نفس الوقت برضه ايه هو ايه هدف من موديل الشيء اللي هو مش بيتحدث؟ في ناس بتحب تجيب ناس من الطب البطن يعني عايز تجيب مثلا عايز تجيب كيرف مثلا من او ليسيولوجي كولم من الطب البطن عشان الموديلنج عشان هو بيعمل 3 دي موديلنج عايز اللير بتاعت الشيل دي ماشيه فين في الموديل كله من اللي كذا وسمانا ريزرفوار بس في موجود تمام؟ ايوه فعشان يعرف بالظبط البريد بتاعه مش ازاي او الكيب هوك بتاعه مش ازاي فهو عايز يشوفها يعني
اوكي بسيب الكلام ده برضو المفروض تسيبه. هيجي لك هنا برضو حاجه اسمها الايه في الكوانتي لان اوتبوتس. طيب لما تيجي بقى تعمل ايه الكومبايند بقى عشان اشوف اخد منين فين وده منين فين صح؟ لكن انا حاجه اسمها الايه؟ الكوانتي ايلان وحاجه اسمها كومبايند. كومبايند تمام. هيجي لك هنا كومبايند كومبايند تمام. زهر. كمل بس عشان نشوف بس تحت الميوت ازاي. هو تمام. برمزها بقى هنا بقى. هنا بقى. ده الزون واحد. انا عارف ان الزون واحد كويسه من الموديل الاولاني يبقى انا اخد الموديل الاولاني كان اسمه ايه مين شيب مين كده هياخد الموديل الاولاني كله من بارامتر الصح كده طب هنا الموديل الثاني انا عارف ان هو كله شيب يبقى اخد الايه اخد الباد هو الموديل شيب الزون دو وهكذا. شوف بقى انت بقى من عيشتك شوف اللي حلو فين والوحش فين هو ايه يبدا يختار الدنيا دي خلاص. وبتعمل ايه دكتور؟ ممكن يبقى في اكتر من تو موديل صح؟ سوري ممكن يبقى في اكتر من تو موديل. ممكن ممكن ثلاثة أربعة موديل. ليه؟ ممكن في موديل تاني يقول لك انا عايز الموديل ده خلي احط لي فيه بايلايتس لغايه ما مش عارف ايه حاجات كتير وحاجه تانيه من انا عندي انا عندي مثلا البايلايتس موجود بس عند الحته دي بتمشي بس او الزون ده بس ومش عارف يجيبه في المين موديل او هيبوظ المين موديل فاعمل له حته واعمل له كومبايند يعني. اوكي يعني هنا بقى عمل كومباين شوف خد من خد مثلا من جيب شوف شوف قاعد زون 2 خد الموديل مش عايز هو الموديل انما خد من الرئيسي فوق تمام واقع على حسب انت حاطه ايه بس طبعا بقى ايه يعني لازم تطلع النتيجه صح والحاجات دي كلها مش عارف ايه في مبدا بقى البوست بروسيس في الاخر حاجه خالص يعني دي كومباين عشان يجي لك الفايل كومباوند وسيف برضه وبتاع المفروض احنا سايبنا الكلام صح؟ خلي حاجه اسمها كومباينر في بقى كل الفاينل فوليومز بعد من ده ومن ده الفاينل نايس اخد اللي هو يعني التو مودلز يبقى انت عندك ده المفروض اللي هتاخده بقى طالع من النتائج يعني هاخد من الشيء ده الشيء واخد من الكويس حلو جميل ده عايز تسيبه بقى تسيبه وعارف تعمل اكسبورت اللي انت تطلع اكسيت شيت واللي انت عايزه وعارف الحاجات دي بقى جينا برضه اخر ستيب بقى اللي هي الكوانتنج اللي هي البوست بروسيس انا اسال انك انت عايز اعمل كلمه معايا سيف از احنا بنسيف ده سيف ورك فلو يسموه مثلا فاينل او كومباين اي اسم فاينل كومباين وتسيبه المفروض هتلاقيه موجود هنا كده اهو فاينل بروسيس كومباين عشان لو ده ضاع منك ده بيخليك عليه رجاء وهكذا البوست بروسيس لو هي جت اعملها البوست بروسيس دي في الاخر تحطها بتيجي لك هنا هو مش عارف ايه وات ايفر بس في الاخر بقى هتديك نفس النتائج دي سيتويشن قد ايه انت بس عايز سيتويشنز صح؟ انا عامل ايه؟ انت عايز تجيب السيتويشن هنا كده بالظبط ايه السيتويشن عندك ايه تسميها اس يو دبليو اي اس دبليو اس دبليو حاجه كده سيتويشن خلاص طيب الحته بقى بتاعت الايه؟ الكيست هول اللي هي الار ستيز بعد ما طلع على البوست بتاعتك تخش بقى على حاجه اسمها الانتربريتيشن لا هو البوست بروسيسنج دي عامله منها ايه معلش؟ بوست بروسيسنج المفروض هتطلع لك السيتويشن كام والحاجات دي كام هي بتبقى موجوده برده اوريدي في الكومباين عليها بس كده؟ لا بتدخلها لك برده بتدخلها الكيرفات اللي هي عايزاها وبرص وطلع في الاخر نتيجه تمام تمام انا عامه لما اشتغلت في على التيك توك اشتغلت من الانتربريتيشن العادي ما اشتغلتش كونت ايلان فانا عشان كده كونت ايلان كله بسمعه محرك اول مره مفيش مشاكل يا باشا عادي الفيديو معاك هو مفيش حاجه لو في اي حاجه برضه مش مشاكل كنت عايز ما حدش بيستخدمه اصلا يعني
ده البيزك قوي يعني، ده ما عادش هتستخدم الكلام ده. نعم انا بس استخدمت ده الصراحه. ما هو بس ده ما عادش الكلام ده دايما هو ده اللي حتى ده اللي شغال في كل الكلاينتس كله، حتى في شلمبرجيرو بيعملوا الكوانتي جدا. فانت برضه بتقدر يعني تعلمه افضل من ده. تمام ده فيري كول. تمام هنقول ايه؟ الار اس تي. بعد ما طلع بقى الار اس تي سيجمنت خش على الار اس تي سيجمنت انتربريتيشنز. ماشي انا بعمل اول بوست بروسيسنج لو بدخله كلمات بيطلع لي ساتوريشن. هو دائما في البوست بروسيس ستيب بيروح عامل ايه؟ بيعمل القصه دي؟ تاني انا بس كده انت عرفت انت جبت خلاص الداتا بتاعتك ايه؟ تطلع عمالة مع فوداني من صباحية ربنا وجاي عمالة تجري وسابك كل حاجة تاكلني جوه وداني. لا مشكلة دي. لكن ده ما انا؟ لا ايوه حسيت معاك ولا لا؟ كنت في فرق. بس انا مستغرب بقى، انا مستغرب عامة ساعتها بعمل فوداني كده تحت الدش. ده بتسخن تنزل بعدها بشوية سبحان الله يعني. هتنزل بعدها. يلا. ولما تخبط على الكونتر تسمع صوت؟ وده بتجري. انا حاسس بيها بتجري كل ما حرك راسي بتجري كده. كل بصوا في تكنيكس، في تكنيك انا كنت بستخدمه يعني. وانت بتعمل اعلان ممكن داخل في السجن يعني مثلا ايه قال لي اعلان اهو صح؟ تمام. في بارامترز النورمال اهو بتاعنا صح؟ عملت اناليسيس بكل الداتا وطلعت سيتويشن صح؟ عادي شوف انا عارف طلعت سيناريو مدين سيناريو مش عارف ايه. تروح عامل نفس الموديل ده موديل زيه ثاني بنفس البارامتر نفس كل حاجه وتشيل الريزستيفيتيز دهم تحط مكانهم سيجن. في الانتريز بتاعته من الاول خالص تمام. ازاي بقى؟ هنا خلاص هنا كده تشيل دول فورميشن ريزستيفيتيز وتحط هنا سيجن هنا مكان ده. ماشي. ليه معناه ان هو هيستخدم نفس البارامتر بتاع الريسولوجي كل حاجه بس هيطلع سيتويشن من السيجما مره ومن السيفتي مره. وبالتالي التو كيرفز دول هم دول اللي اوفرليت ايتش اذر وبالتالي تشوف الديفيشن فين. تمام هيرسمها على طول اوتوماتيك. فاهمني؟ او طبعا التكنيكس اللي هم بيستخدموه دلوقتي اللي هو ايه؟ اللي هو يخش على الكيس ده هول. ده كيس ده هول صح؟ ثواني ده مش ده لسه ده حاجه تانيه. ده بوست بروسيس بوست بروسيس. شدك خلاص هو هو بيحط هو بياخد الفوليمات دي كيو اي ده تمام. بس انت خليك بقى ذكي تحط الكومباينر صح. احنا عايزين كومباينر اللي هو الفاينل ده الفاينل بس والديسبلاي بقى وهيطلع لك بقى البرميبيليتي يطلع لك الحاجات دي كلها اللي انت ايه حاجه زي دي طبعا كل حاجه اللي يكون انا سايب بس الكلام ده المفروض هنا نسمي حاجه اسمها بوست بروسيس كان بيريتني صح؟ بيديلك الافكتيف بروست قد ايه بيديلك الفوليوم اوف كلي قد ايه سيتويشن قد ايه دي سيتويشنز بتاعتك اللي انت هتستخدمها بقى ايه
از البيز لاين وتطلع السيتويشن بقى اللي جاي دلوقتي من الكيس دول وتكررهم ببعض. ماشي الكيس دول بقى بيطلع ازاي؟ اه الكيس دول بقى اخش الكيس ماشي هل بوست بروسيس دوت تو بي كومبيرد اه ده انا طالع الفاينل سيتويشن والفاينل هيد اوف كلاي والحاجات دي كلها. نخش بقى على الكيس دول. فين بقى الكيس دول دي؟ اهي الكيس دول انت ايه طب الفيزكس ايوه الكيس دول السي اتش اللي في الاخر خالص صح؟ سيجما معايا سيجما ماشي كيس دول ثانيه واحده انسلز وبعد كده سيجما انتربتيشن ماشي اوكي دول اللي هي ديت نمبر بي هنا نحط الانفورميشن سيجما والشيل فوليوم واللي طالع من الايلان واحط الايفكتيف بروستي. شوف الايفكتيف بروستي موجوده فين حطها ماشي انت بقى مش لازم تعمل سيجما انتربريتيشن ايوه ماشي تمام ودخل الايفكتيف بروستي اوكي كرييت الايفكتيف بروستي دي بتاعت عالم البوست بروسيسنج بالظبط. انا هعمل سيف للبروك فده برضه كده عشان تبقى في السايت انتر بروسيس كومبايند حط كده كمان ار اس تي ماشي سيف هو من سيف عندي دلوقتي بقى اجي بقى ايه اشوف البروست بروسيس دي اللي موجود فيها ولا بكلاه ماشي الفكت بروست السيجما الاربع زونز بتوعنا البارامترز بتاعتي دول بقى الايه السيجما هيدرو كربون كابشر كروس سيجما انفورميشن دول تفرضوهم انتوا بقى لهم ماشي انا بردهم من نفس الدايره اللي دور عليهم يعمل عليهم سيرش اقول مثلا هناخد هنا كذا اكوردنج لكذا يحط ماشي الماسكس بقى دي كده دي هتبقى اصعب واحده اللي هو على حسب انت من افرج بقى اه ماشي تبقى افرج فيها هي بس في البارامترز بتاعتها بارامترز السيجما ماتريكس افريج يشوف عنده كم في المية شيل كم في المية لاين كم في المية سنت ويجيبها افريج صح كده؟ يعني مثلا في زون معينة هي المفروض السيجما ماتريكس عبارة عن ايه؟ السيجما مثلا بتاعت الكوارتز او الشيل اوكي لو هو عنده 10% بياخد ال 10% يضربها في السيجما بتاعت الشيل زائد ال 50% في السيجما بتاعت الساند زائد ال 40% في السيجما بتاعت الكالسايم ده لا بس الشيل ملوش دعوه بالقصه لان الشيل مش ماتريكس هيبقى بس ده مستوى سيلز اوكي ماشي يعني طبعا الشيل مش ايه؟ الشيل مش طيب في حاجه في حاجه كمان اظرف مش المفروض مش المفروض الماتريكس دي واحد اثنين سيفون اوبشن سيفيك بروستي اه ماشي صح؟ تمام هتطلع كيرف ماشي هو الكيرف المرسوم؟ لا الكيرف المرسوم ده كل السيجمنت ماشي اوكي ده توتال سيجما اه هتعمل واحد ماينس فيلم اوف شين ناقص افكت بروستي طلع لك سيجما ماتريكس ماشي صح؟ ماشي ولا غلط؟ لا المفروض صح لان السيجما توتال اللي هي في الكيرف عندي الماتريكس في الفوليوم ده بس ما هو مضروبه في الفوليوم انا مش عندي الفوليوم ده ده اللي لازم اجيبه ما يطلع من عندك بقى هي صح؟ ما هيجيبه من اكسل شيت هياخد الارقام يعملها على اكسل شيت صح؟ وتاخد بقى افرج على كل زون مثلا دي مثلا كذا 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 تمام اوكي بس ودول تفرضهم طبعا السيجما ووتر قد ايه وسيجما اويل قد ايه وبترن انا بس بلاي طيب هنظل هنا اهوت هيطلع لنا طبعا دلوقتي ايه المفروض يطلع لي الايه؟ الاوتبوتس بتاعتي ايه اللي موجود هنا بقى؟ كالاتي اول افكت بروستي اللي انت طالعها من الايلان ماشي ماشي
موجود سيجما كيرف اللي هو عالي، هو عامل ديسبلاي راجل يعني الديسبلاي كيرف بتاعنا الميجرد اوريدي. واهم حاجه عندي حاجه اسمها الايه اس دبليو بي ان ال دي، دي السيتويشن اللي انا هقارنها مع السيتويشن اللي جنب الايمان. تمام، هحطهم الاثنين اوفرلاي، اللي ادي اكبر يبقى دي ديبليت، متساوي خلاص اقل يبقى ده مش ديبليت. حلو، طيب ماشي، معلش نفس النقطه دي كانت معلومه، كان المفروض دلوقتي السيتويشن من فين يعني؟ معلش، من ار اس تي السيجما. ماشي ثانية واحدة بس، سيتريشن تعالى سيتريشن كده اقول لك مع بعض عشان انا عايز اكتبها. هيطلع عندي توس الكلاس ده طلع سيتريشن اللي جاي السيجمنت. تمام، ادي السيتريشن بتاعتها اهي. طيب مثلا هي من 0 لواحد لواحد. تمام تمام، يعني معناها ان هي بتزيد كده سيتريشن. تمام، طيب احنا هنخليها معلش الناحيه 0 1 لان دايما ده استنى ما فيش مشكله، حتى لو سطعنا كده عملت ليه؟ لان بتخيل ان الانفورميشن بتطلع الايه؟ الماي من الحاله دي. ماشي، طيب ديت ايه الاس دبليو من الار اس تي. تمام، هي انا حاسب ار اس تي من ايه انا بكده، الاس دبليو اللي انا بكده. تمام، طلعت مثلا كده هتبقى شكلها ايه؟ تمام، ده معنى ايه؟ معنى ده بيزيد مال كده، معنى ده نيجاتيف بي، يعني السيتويشن الار اس تي لا يعلى 10 سنين كبير زادت. تمام صح؟ اه يبقى ده حسب فيدي جديد. هو معلش ده كده ار اس تي صح كده؟ اه ما هو بي ان سي ار اس تي. اه تمام ماشي اوكي، وده دوت ده جوجل بوت. حلو، اللي هو اللي ساعات حصلنا بيه. جميل تمام؟ اه تمام ماشي. فا اه فبعدها بعد الار اس تي الساتريشن بتاعت المايه زادت، فمعنى كده ان زون دي بلي. تمام بس كده، ما حصلش لها حاجه وطلعت زي خلاص، يبقى الريزولت ما هو لسه بس كده. يعني لازم الساتريشن يبقى ديبليتد زون لما الـ SW من الـ RST أكبر من الـ SW من الـ Open Mode. أحيانا الـ RST من الـ DBT تطلع أقل. إذا في error كده. أه يبقى في حالة نعمل بقى إيه؟ نقول نعمل إيكويشن عندما تكون الـ RST أقل من ده، أعمل إيكويشن نقول ده بتساوي إيه الـ RST. أه ساعتها أنا بعدد. فالفرصة تخليها فرصة تخليها الـ RST عشان يبقى نعمل إيه؟ استفسار عشان كل ده كده برضه في الصناعة يعني. دي error. فكده ده معناه نعمل ايكويشنز نقول ان لما يكون الاس دبليو بتاع الار اس تي اقل من الاوريجنال ار اس دبليو بقول ده بنسويها عشان الماتش يعني. اه لازم اجيب لها بس كده انت اوفر. جميل، ده كان هيجي الكلام ده تاني بس محتاجين الفوليوم ومحتاجين ده. اه الفيديو صحيح نسجل نسيب الفيديو. ايوه ستوب ريكورد ستوب ريكورد.